السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الأعزاء، نكمل شرح الفصل الثاني لمادة الفونوتكس أند فونولوجي، مادة الصوت. حكينا بالبداية عن أعضاء النطق وأهميتها بالنسبة لدراسة علم الصوت، وقلنا سميناها articulators، سميناها articulators. طبعا هنا العنوان هذا مال chapter 2 قايل articulators above the larynx، يعني أعضاء النطق أعلى الحنجرة. larynx وتعني لي الحنجرة. الحنجرة من شنو تتكون ومكوناتها وشلون راح تشتغل، هذا الشيء راح ناخذه بالمحاضرة مالت اليوم، ونكمل أعضاء النطق وننطلق إلى معرفة الأصوات الصحيحة وأصوات العلم. النقطة عندي هي معرفة الأورال كافيتي اللي حكينا عنها، اللي هي معناتها معظم الأصوات تخرج من الفم. أما نيزل كافيتي، نيزل كافيتي فمعناها عندي ثلاث أصوات الماء والنا والأن اللي هي تخرج من الأنف. إجينا قلنا الاختلاف بحركات أعضاء النطق راح نسميها articulators، راح نسميها articulators. دراسة هذه الأعضاء وكيفية حركتها لنطق الأصوات اللي هي articulatory phonetics. articulatory phonetics، وقلنا هذا الشيء مهم لازم نركز عليه. بعدين اجينا قسمنا قلنا الفارينج هو الفراغ اللي يكون بين الحنجرة، بين الحنجرة فراغ يكون بين الحنجرة ونهاية اللسان، بين الحنجرة ونهاية اللسان. وإجينا قسمنا أعضاء النطق إلى الأنف وكل من وحسب وظيفته. مثل ما تلاحظون وياي قلنا اول حاله كان عندنا الفارينكس، الثانيه هي السوفت بالات او الفيلو نسميها، الثالثه من اعضاء النطق الهارد بالات المنطقه الصلبه من اللثه اللي تكون منتصف الالفيلر ريدج مقدمه اللثه، واجينا النوب على التانج وقسمناه وقلنا هو جزء مهم لأعضاء النطق وبأربعة أقسام رئيسية نحتاجها لاستخدامها بنطق الأصوات. رجعنا على التيث وقلنا عندنا upper teeth و lower teeth وعندنا اللبس الشفاه. طبعا مثل ما تلاحظون هذا المخطط والرسم للسان وأجزاء شلون متوزعة وضروري تفهموها. اجينا على اللبس وقلنا عندنا اور لب ولور لب، وعندنا اعضاء او اصوات راح تلفظ بهذا المجال. عندك من تروح يقول لك الكونسوننتس والفاول، الاصوات العله والصحيحه، الاصوات اصوات العله والاصوات الصحيحه. vowel and consonant، ما هو الصوت الصحيح ما هو صوت العله. الصوت الصحيح بتعريف علماء الصوت هو الصوت الذي يشكل عائق عند نطقه، اما صوت العله فهو الصوت الذي لا يشكل عائق عندما ننطقه من اعضاء النطق. ننتقل الى
خليكم لحظة وياي حتى نشرح بقية أعضاء النطق. عندنا اللبس قبل شوية حكينا عنها وقلنا إلها دور جدا مهم، الشفاه إلها دور جدا مهم وتأخذ أشكال مختلفة. على سبيل المثال عندي الشكل الأول هو راوند، تكون مستديرة في لفظ أصوات العلة. هاي عندما راح ناخذ أصوات العلة راح نعرف أنه شلون تلفظ الأصوات العلة بها. عند الشكل الثاني لللبس وهو سبريد، يكون موسع، يكون موسع سبريد. والشكل الثالث هو نيوترال طبيعي، ومنطيني على كل واحد مثال. هاي وظائف اللبس من ناحية، طبعا هي أكثر استخدام بأصوات العلة، اللبس أكثر الأصوات نستخدمها هي اللبس، تستخدم بأصوات العلة. عندي بما أنه تطرقنا إلى أصوات العلة واستخداماتها، فراح نبدي بالموضوع اللي بعده اللي هو بالشابتر الثاني، هو الإنجليش شورت فاولز، أصوات العلة القصيرة. عندي الصوت الأول هو صوت الإي، طبعا ما جاي يظهر عندي بالتأشيرات، لذلك راح نبدي من المربع اليسار وهو صوت الإي القصير، صوت الأ، وصوت الأ، صوت الأ الفتحة بالعربي اللي صاير بالنص بالخط المائل، صوت الأو القصيرة، وصوت الأو. لأني 3 أصوات علة، أو العفو 6 أصوات علة قصيرة، نسميهن short vowel، نسميهن short. ليش نسميهن short؟ طبعا المخطط مالتهن جدا مهم وحفظهن جدا مهم. فراح أعيد النطق مالتهن، إي كسرة بالعربي، آ وهو حرف الإي هذا الموجود، الصوت اللي مثل الوردة وهو صوت الآ مثل كلمة آند، نريد نقول آند، وصوت الشواء أو العفو مو الشواء اللي مثل الفتحة بالعربي، آ بات كات، وهكذا أمثلة تجيني عليها. صوت الأو هو او مو او، او اللي هو حرف اليو اللي تشوفونه قدامكم بالمربع على اليمين، واخيرا صوت الاو، او قصيره موجود عندنا قدامكم. طبعا هنا على كل صوت راح ينطيني مثال، على كل صوت راح ينطيني مثال. مثلا عندي هذا صوت الاي، شوفوا يا منطيني فور اكزامبل بيت بين بيت بين فريش وهكذا. فشو يقول اذا the diagram shows that though this vowel is in a closed front area compared with cardinal vowel on. هذا ما لك علاقه بي، انت عليك تحفظ صوت الاي على سبيل المثال بيت بين فيش. عندي صوت ال A بيت مان، صوت ال A اللي هو هذا حرف الإي اللي تشوفونه قدامكم على سبيل المثال موجود بكلمة بيت، موجود بكلمة مان، موجود بكلمة يس. صوت ال A، صوت ال A القصيرة اللي هو مثلا كلمة بات على سبيل المثال، كلمة بات ومان و جاس. صوت هذا اللي مثل الثمانية بالعربي نسميه فتحة، شوف فتحة. على سبيل المثال كلمة cut، كلمة come، كلمة rush. هنا الصوت مال الأ اللي لفظناه ينرمز له بهاي العبارة. هذا الحرف هذا هو صوت الاو القصيرة، طبعا شكله شكل الدي،
فنلقاه بكلمة pot, gun, gun, cross, وهو كلمات مشابهة. الـ U مثل put, pull, push. صوت الـ U اللي هو اليو و U ينقري, put, pull و push. من هاي الناحية هنا ننتهي ويا الفصل الثاني, ننتهي ويا الفصل الثاني باو. شوف هنا السؤال الأول يقول ان a diagram provided various articulators, في هذا الشكل هناك عدة أعضاء نطق. Give the names of the articulators, أعطيني الأسماء. إذن هذا إيش راح نسميه؟ السؤال الأول إيش راح نسميه؟ العفو الـ A, هاي شو نسميها؟ الـ A راح نقول عليها soft palate. أما هاي اللي البي ايش راح نسميه؟ الفيلر ريدج. الفيلر ريدج ليش؟ ان هي المنطقه بمقدمه اللثه. الهارت بالت اللي هو الدي, هارت بالت. الاي لور ليب, الاي لور ليب. والسي هذا الفرونت مال التانج, منتصف اللسان, فرونت فرونت, لان اللسان انقسم تيب بليد فرونت ومن ثم باك وروت. بالنسبة هذا السؤال جدا مهم, ركزوا عليه زين. عندك هنا السؤال الثاني, السؤال الثاني using the descriptive labels introduced for vowel classification, say what the following cardinal vowels are. طبعا هذا يقصد به الأصوات الجانبية, الأصوات الجانبية اللي هي سميها أصوات جانبية cardinal vowels. اللي هن عددهم 8 أصوات لفظا بجوانب اللسان. طبعا هذا المخطط هو اللسان, هاي مقدمة اللسان, السطح مالته مقدمة, والسنترال والباك, هاي طريقة اللسان. فالصوت راح يكون يا اما مغلق اي اي يعني كلوز, كلوز ميد يعني نصف منغلق, اوبن ميد نصف مفتوح ومفتوح. اللسان سطح اللسان, وهنا طريقة الجوانب مالت كيفية غلقها أو فتحها لنطق الأصوات. طبعا لنا 8 أصوات نسميهم cardinal vowels جانبية, الإي والآ والآ والشوا, الآ والأو والأو طويل, الآ والأو القصير, أو طويل والأو. 8 أصوات نسميها cardinal vowels. لذلك عندك هنا بالأسئلة سألك عليها يقول لك حدد لي ذني على الكاردينال فاول, على المخطط مالت الكاردينال فاول. فاذا هذا المخطط مطلوب اللي وضحناه قبل شويه, المخطط مطلوب من عندكم ان تركزون عليه. هذا مخطط للكاردينال فاول. اما المخطط الثاني فهو للشورت فاولز, للاصوات القصيره. طبعا هو يختلف شوية باختلاف بسيط عن اللي قبله, مجرد راسمني الأصوات كيف تنطق. من أجل نوع الأسئلة, السؤال الثالث راح يحكي لي عن من على short vowels. Draw a vowel cardinal card and indicate on it the correct places of the following English vowels. هاي الأصوات لازم تخليها بمكانها الصحيح على الرسم اللي شفتكم اياه قبل شوية مالت ال short vowels. والسؤال الرابع يقول write
the samples for the vowels in the following words. تكتب لي رمز الصوتي لأصوات العلة الموجودة بهذه الكلمات. وهنا يكون عندي انتهى الفصل الثاني. انتهى عندي الفصل الثاني، وأتمنى أنه تصلكم الفكرة عنه. المحاضرة القادمة إن شاء الله راح نحكي عن اللونج فاولز والديفثونج والتريفثونجز بالفصل الثالث، واللي هي جدا مهمة. هسه أنا اللي عرفته أنه عندي أصوات علة، عندي ست أصوات علة قصيرة لازم أحفظهن، وأحفظ على كل وحدة مثال وشلون تنوجد. المخطط اللي شوفتكم إياه لازم تحفظوه. وهنا باليونت الثاني بشكل عام، بشكل عام هو أعضاء النطق الرئيسية وأصوات العلة القصيرة. أتمنى من كل يشاهد، كل شخص راح يشاهد الفيديو، أنه ينطي إعجاب ودعم حتى نقدر نستمر. وانتظروني بحلقات أو فيديوهات قادمة إن شاء الله أوضح لكم بها بعض الأشياء اللي تفيدكم إن شاء الله وتنفعكم بالامتحان وتفتهمون. اللي أطلبه من حضراتكم وأكرر الاشتراك ودعم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.